لا، أنا مكاني وبرستيجي مش هيسمح لي أنسى شغلي وأسيبه كده. ممكن أشتغل في البيت، أكيد هلاقي فرصة، وأكيد جميل هيرحب جدا، ما يستغناش عني. ما عندوش حد بيشتغل أصلا بضمير، ولا حتى هو شخصيا. كله يهون، كله يهون عشانك يا عمرينو يا حبيبي. بقالك ساعتين بتقول لي بفكر، وانت عمال بتقرف بيكي. انت مش كبرت على الحاجات دي يا سمير؟ حبيبي عشان اصفي ذهني لازم اقرا سمير وميكي. طب ايه رايك اجيب لك فيلم كرتون؟ لا كرتون ده بقى هيكون فيه مشكله كبيره. ما هو انا عندي مشكله كبيره. مشكلتك مش كبيره، دي حاجه عاديه وكل الناس بتمر بيها. عاديه ازاي يعني؟ ما هو الشقه من حق الزوجه، واجازه الوضع من حق الزوجه، ورعايه الطفل من حق الزوجه، والراجل ملوش اي حقوق. انا ما بنامش يا سمير. تعالى انام عندي. ومين يعمل شغل البيت ويصحي الولاد الصبح يا سمير؟ انجي فين؟ مشغوله بعمر، مش بينايم حد، بس هي شايله ايديها من شغل البيت. طب خلاص هات شغاله او ابعت هات عليش. لا عليش لا عليش لا. ايوه حبيب ما ينتشر بجميل بقى. يا ينتشر بجميل هو هيرد. الو، صباح الخير يا استاذ جميل. وحضرتك كمان، والله ليك وحشه. عمرينو جميل جميل مطلع عيني الحمد لله. حضرتك عايز مغيط؟ خلصت والله يا استاذ جميل، انا اسفه بس هبعت اجيب لك من عينيا الاثنين. حاضر حاضر. بص يا استاذ جميل، هو انا بعت لحضرتك المقال، تعرف بقى ايدي في تاكلي مش قادره اقعد من غير شغل، بعتهولك على الميل. نسيت انك مالكش في الميل ولا. طيب خلاص انا هقول لكاميليا هبعتهولها وهي توصله لحضرتك. ماشي يا استاذ جميل، ماشي، متشكره قوي. طيب لو ما نفعش في يعني العدد ده نخليه للعدد اللي بعده، وانا ان شاء الله كل اسبوع هكتب لك مقال جديد. اوكي يا استاذ جميل، سلامي لكل الزملاء. لا حاضر، خلاص والله هبعت لك المغيط. حاضر من عينيا، مع السلامه. ايه التفاصيل دي؟ وبعدين المغاد دي اللي بيرضعه؟ ايوه كل الصفر بقى. ايه الصفر دي؟ خدي طلعيهم للست انجي طالما رايحه لها. انا نفسي افهم الورق والاقلام دول بيعملوا ايه مع البامبرز والحاجات دي. مالكيش دعوه، طلعيهم من سكات. يعني ايه طلعهم من سكات؟ انا اعرف ان الست الحامل دي الوالده دي ما بتبقاش فاضيه تهرش في دماغها. اديكي شايفه الست انجي شعله نشاط، شغاله وهي في بيتها. طب يمكن تكون حاجات دي عشان خاطر مدارس العيال على فكره، والمجلات والجرايد. يا بنتي ده انا خبره. خلاص يا اخويا وانا هسلك معاك هطلعهم لها، بس ما تتاخريش عشان عايز اخرج لي ساعتين. يا سلام يا اخويا، هتسيب المحل لمين ان شاء الله؟ وانت رحتي فين ان شاء الله؟ يا سلام، هو كل حاجه عليا؟ ده انا رجلي وجعتني، انا جالي نقرس. الست انجي شغاله ومعاها ثلاث عيال. ثلاث عيال؟ انت طول عمرك كده والمصحف نكر الخير، وانت في حاجه بتعجبك؟ ما تتاخريش عشان انا عايز اخرج ساعتين افك عن نفسي. تفك عن نفسك ليه يا اخويا؟ رايح كباريه؟ انت دفعتي ثمن الشوكولاته اللي انت طفحتيها دي؟ كله على حساب سخب المخل. مخل؟ دي خراب، دي خراب المحل مش صاحب المحل. هل يدرك الرجل كم المعاناه والجهد الذي تبذله زوجته وهي تحمل ابنائه في بطونها؟ لا بطون ايه؟ التي محسن يصلح دي، وهي تحمل ابنائه في احشائها. احلى اقوى صح؟ في احشائها، وهي تحمل ابنائه في احشائها 9 اشهر والرضاعه عامين. هل يظن الرجل ان اجازه الوضع استراحه ما او رحله ترفيهيه
أم أنها وضعت من قبل إناسا يقدرون معنى أن تكون المرأة، أن تكون امرأة تحمل وتنجب أطفالا. يجب على الرجل أن يتحمل المسؤولية، يجب على الرجل أن يتحمل المسؤولية أكثر خلال تلك الفترة الصعبة على زوجته. يرددون أن الرجال قوامون على النساء. نعم، الرجال قوامون على النساء، ولكنهم هل يعرفون معنى القوامة؟ يعني إيه قوامة يا مامي؟ قوامة يا حبيبتي يعني الراجل ياخد باله من الست. يعني بابي قوام؟ لا يا حبيبتي، أبوكي نوام. طب مش هتخليني أكتب معاكي بقى؟ يا أختي اكتبي الهومورك الأول وخلصي اللي وراكي لأن ده شغلك. طب أنا عايزة أساعدك. ساعديني في شغل البيت، شيلي عني عمر شوية وأنا أبقى أساعدك في المذاكرة. يا مامي أنا زهقت من المذاكرة، أنا عايزة أتعلم صحافة. حبيبتي قلب أمك، الجينات الجينات ابتدت تشد. أنا عايزاكي تطلعي لأمك، ها؟ تاخدي جينات الصحافة بتاعت أمك مش بتاعت أبوكي. حاضر. أميليا، يارا، ميدو، راحوا فين دول؟ يا كماليا ليلى 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 يا ليلى 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 يا ليلى ليلى. ولا دخلت سويت ساري عربي ولا ايه كماليا؟ شاروخان عامل ايه دلوقتي؟ كاماليا انا جيت انا جيت انا جيت يا اللي اتغشيت وعليك خشيت بيضه ومنصوره ما هو اصل قليل الاصل يسيب الاصل وياخد الصوره انا جيت يا اللي اتغشيت وعليك خشيت بيضه ومنصوره ايه ده؟ ايه الريحة دي؟ انا دخلت الحجز تاني ولا ايه؟ حجز ايه يا حسين؟ ده انا حاطه لك ازازتين برفان يا حسين. برفان ايه ده؟ ده برفان ايه؟ برفان جديد اسمه سوبر سكسي. اسمه ايه؟ سوبر سكسي. لا تاني بقى. سوبر سكسي. انا عايز سوبر كرانشي، سوبر سوبريم، سوبر طشه بالخل والتوم والفته والتقليه، وهيبقى سكسي برضو بالنسبه لي. فتة وتقليه دي يا حسين؟ حرام عليك يا حسين، ده انا عايزة ادلعك النهاردة يا حسين. سنية سنسن كتلك. لو عايزة تدلعيني رش على نفسك طشة ملوخية كده هتدلعيني اكتر على فكرة، وطبعا مع الكوكتيل اللي انت عاملاه لي ده مش عاملاه لنا غدا. النهاردة هناكل ديليفري، النهاردة الخميس يا حسين. ايه علاقة الخميس بالديليفري؟ ايه يعني فيها ايه؟ وهو يعني الحاجات بتاعت الخميس ما ينفعش تتعمل ويتعمل برضو جنبها الغدا؟ ما تخافش يا روحي، ما تخافش يا قلبي، بطنك دي لو ما شبعتش يا حسين ده انا اعمل لك لحم بانيه. لحم بانيه؟ ما تنسيش بقى تعملي جنبه شويه مكرونه. مكرونه ومش عايز احلي يا حسين؟ دي فكره حلوه، نحلي. طالما هتعملي لحم بانيه يبقى اعملي شعرك ده صينيه كنافه بالقشطه. روح منك لله يا حسين، إلهي ترفع وتبقى قد عمود النور يا حسين يا ابن تمادر. ما روح ألم شعري.